مساء الخير على الجميع، أسعد الله مساءكم أو أسعد الله صباحكم بحسب توقيتكم. أحييكم غاية الترحيب وأعرفكم أولا باسمي. أنا نجيب العميسي، باحث في جامعة شباير الألمانية للعلوم الإدارية. أولا طبعا أنا عملت في البنك المركزي لمدة 11 عام، واشتغلت قبلها في القطاع الخاص. هذا كل ما لدي حول التعريف بنفسي. من الأدب يعني أنه يعرف بنفسه. اليوم هذه نلتقي يعني أنه من أسباب الفأل النبيل أن احنا نلتقي ضمن سلسلة حلقات عياب منظمة اليمنيين الأكاديميين المهنيين والمهنيين في إطار هذه السلسلة المتكررة شهريا كل مرة تحت قيادة الدكتور مصطفى وزملائه. مشكورين جدا على هذا الإلهام الذي قدموه. وحديثنا اليوم يعني ذا شجون، وهو أعتقد أنه ذا أهمية كبيرة لأنه استثنائي، وذلك لسببين. الأول هو أنه سيناقش كل ما ناقشناه من قبل من مشاكل ومن متعلقة بالنفط والتعليم وغيرها مرتبطة بالحوكمة. ثم أني أعتقد أيضا أن كل ما سنناقشه مستقبلا سيكون له علاقة بالحوكمة، لأنه ما صلح به العالم يجب أن يصلح بنا اليمن، حالنا في اليمن. وكما يقال أن الإنسان عدو وما يجهل، وما كل تأخير في الحوكمة إلا نتيجة للجهل أو اعتقاد يعني بأن الحوكمة هذا مخلوق غريب أو أنه كالديمقراطية أو دائما عندنا الذين فوبيا من المصطلحات، بينما في الحقيقة أن الحوكمة كما يقال أنها بدأت وفقا لنظرية الوكالة، الأجنسي ثيوري، نظرية الوكالة، وهي لحماية من المساهمين أو أصحاب رؤوس الأموال من الممارسات أو المسكوندكت في المانجرز المدراء. وبالمثل بالمقابل هي أيضا في القطاع العام أو القطاع الحكومي، الحوكمة هي أيضا لحماية الناس الضعاف أو الفارنبل بيبل، يعني اللي هم الشعب والذين ليس لهم علاقة بالسلطة، من الحكومات من أجل أن لا يستحوذوا على السلطة، وأيضا محاربة الفساد وغيرها. ما يحز في النفس أن العالم اليوم يتحدث عن الحوكمة الإلكترونية وعن الميتا جوفرنانس، ونحن لازلنا نريد أن نلغي أمية ما مفهوم الحوكمة. لأنه أنا أعرف أعتقد أنه جيدا أنه الكثير لا يعرف، وأنه هناك قلة قليلة من المختصين الذي لهم علاقة. ولكن اليوم مهمتنا في أياب وأننا نوصل رسالة، نقول للعالم أن الحوكمة هذه جاءت لحماية الناس الضعاف، سواء في الشركات عائلة، ونحن نعرف أن الاقتصاد اليمني هو قائم على مجموعة من الشركات العائلية. الشركات العائلية يجب أن تؤمن بالحوكمة وتدخلها، هذا بالنسبة للقطاع الخاص. ثم أننا في القطاع العام والذي هو أهمل كما أعتقد، لأنه كان هناك تجربة خجولة بإعداد الدليل الذي سيحدثنا فيه الشباب الزملاء سعد والدكتورة نجاة جمعان اليوم. لا أطيل عليكم، وإنني سأبدأ في حوكمة القطاع العام أو ما يسمى بالجود جوفرنانس، لأنه حديثنا اليوم هو الجمع بين الجود جوفرنانس والببليك الكوربريت جوفرنانس، بكونهما صنوان لتحقيق التنمية. وكل دراسات العالم، كل قرأت أكثر من 50 بحث خلال 50 السنوات، الخمس سنوات الأخيرة، كلها تؤكد أن الحوكمة مرتبطة بالتنمية والتنمية المستدامة والتنمية وتحقيق النمو الاقتصادي. سأستشهد بمرجعين فقط. أحد الدراسات نشرت في عام 2016 باحثان هما في معهد كارنيجي، عملوا بحث على استبيان أو انترفيو على أكثر من 100 من القيادات العربية في المنطقة العربية فقط، ووجدوا أن سبب الفقر العالي أو نسبة الفقر العالية وغياب التنمية ونسبة النمو الضعيفة نتيجة لغياب الحوكمة. أيضا هناك عالم اسمه غاني أكد أن 70 أو أكثر من 70% من الدول في الأقل نمواً والنامية لم تنعتق أو لم تنطلق إلى التنمية، ولم تنجح كل التحولات سواء السياسية أو الاقتصادية أو كذا. وإحنا تجربتنا كبيرة بهذا المجال، يعني في اليمن لدينا كان معنا البرنامج الإصلاح المالي والإداري وبرنامج إصلاح الخدمة المدنية،
واطلعت أنا على كثير من البرامج التي لم ترى النور، وذلك بسبب غياب الحوكمة، لأن الحوكمة بكل الدراسات وكل منظمة العالم تقول لنا أن الحوكمة بري ريكويستد فور سستينبل ديفلوبمنت. يحدثنا في هذا المجال أولا الدكتور عبد الغني جميل. الدكتور عبد الغني جميل هو أعتقد أستطيع أن أقول أنه أكاديمي وأيضا خبير جيولوجي واستشاري تنمية الموارد الطبيعية لمدة أكثر من 20 عام في عدة دول، أولا في اليمن ثم في الخليج ثم الآن في أوروبا. هو حاصل على الماجستير في إدارة المعرفة وأيضا دكتوراه من في التنمية من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية. يحدثنا أولا عن ما أين موقع اليمن في إطار المعايير التي صاغتها البنك الدولي، ولماذا تلكأنا، ثم سيتطرق إلى علاقتها بالتنمية وما هي الجهود المبذولة التي وصلنا لها، وماذا يجب أن وينبغي أن نعمل، لأنه حديثنا في أياب عن المستقبل. الوضع الحالي هو وضع كارثي، ولكننا نقول إحراق عود الثقاب خير من أن نلعن الظلام. فليتفضل الدكتور عبد الغني مشكور. ولديك يا صديقي، بما أن احنا نتحدث عن الحوكمة، فعشرين دقيقة لكل متحدث، بين 15 إلى 20 دقيقة، ذلك سيكون ساعة، ثم بعد نصف ساعة الأخيرة سنسمح لكل متحدث، وأرجو أن نلتزم، دقيقتان لطرح سؤال، إذا تكرر السؤال أرجو أن لا تعاد الأسئلة. فليتفضل الدكتور عبد الغني جميل مشكورا، وكلنا أذن ساغية دكتور عبد الغني. شكرا جزيلا لك شخصيا، شكرا جزيلا أيضا لمنظمة الأكاديميين المهنيين اليمنيين بإتاحة الفرصة هذه. ما سأقدمه اليوم هي نتاج عن بحث أكاديمي قدمته في دراستي أثناء دراستي في تحضيري للدكتوراه، وهي عن اليمن وكل المؤشرات والأرقام التي ستجدونها تتكلم عن اليمن خلال فترة 10 سنوات. طبعا زي ما هو النهج الذي تتبعه أياب، نحن نحاول أن نستفهم عن ما هو الوضع السابق وما هو الذي ممكن أن ننطلق منه. فهنا تحليل بسيط، إنما أخذنا الأفريج governance index من الورد governance index indicators، وجدنا أنه اليمن تجهد نحو انحدار من التسعينيات إلى أن وصلنا إلى 2011، حدثت ما يسمى ثورة الربيع العربي أو ثورة الشباب أو whatever، فتعافت نوعا ما أعتقد بعد المبادرة وانتخاب يسموها الحوار الوطني. بعد ذلك انهارت كل مؤشرات الدولة تماما. فعندما في السابق كان لدينا حكومة ضعيفة، اقتصاد أيضا ضعيف، قليل من الحوكمة نوعا ما، وكفاءة الحكومة ممكن نسميها نقول معتدلة نوعا ما. أثناء الأزمة دولة فاشلة، غابت الحكومة كحكومة وجاءت بدلها حكومات أجنبية عربية أو أجنبية، فقد المواطن ثقته تماما بهذه الحكومات، وأيضا غاب الدور الحكومي وغاب كفاءة الحكومة وفعاليتها في تنفيذ أو تقليل معاناة المواطنين بشكل أو بآخر في كافة أنحاء الجمهورية. الآن نحن في على أعتاب أو منتصف 2022، ماذا يجب علينا فعله؟ نحن واقفون هنا، هل ممكن زي ما ذكر الأستاذ نجيب، هل ممكن أن يتعافى الاقتصاد ويتعافى الدولة ونحاول أن نستغل مواردنا بشكل مناسب ونطبق حوكمة لكي نصل إلى مستوى معين، أم توقعاتنا ليست طموحة متواضعة نوعا ما، أم سيظل الأمر كما هو عليه ونستمر في مرحلة السوء، وهذا الذي لا نتمنى. طبعا بكل بساطة عندما نعرف الحوكمة بشكل عام، الgovernance في سواء في public sector ولا في corporate sector والprivate sector، الشباب بيتكلموا على فيما بعد، احنا نتكلم على عبارة عن مجموعة من التشريعات التي تضمن أن موارد الدولة، موارد البلاد، يتم استخدامها بكفاءة وفعالية. لمن؟ من أجل إيش؟ من أجل ضمان حقوق المواطنين، من أجل الاستغلال الأمثل، من أجل أن تدار كل هذه الموارد الوطنية لصالح المواطن من خلال مجموعة من العمليات التي هي نعرفها كلنا، التي هي good governance principles، الذي هي الشفافية والنزاهة والمشاركة وغيرها،
من أجل، ويجب يعني في نهاية هذا الموضوع عندما تكون هناك عمليات تدور أو تدير استغلال الموارد الطبيعية للبلاد، موارد البلاد بشكل عام سواء بشرية أو طبيعية أو غيرها، يجب أن يكون هناك في الأخير آليات للمتابعة والتقييم التي تضمن الكفاءة والفعالية، أن نحن يجب أن يكون هناك رقابة ومتابعة لكل العمليات لكي نقدر أن نقول أن نحن نقدم خدمات محترمة. فلذلك عندما نتكلم عن حوكمة القطاع العام، نحن نحاول أو الحكومة يجب عليها أن تحاول أن تحقق الساتسفاكشن، رضا المواطنين، تقديم الخدمات الأفضل، نزاهة وشفافية وعدل في إدارة أموال الدولة، المحاسبة والمساءلة والاستجابة تماما، عدم استغلال السلطة العامة لأغراض خاصة، تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية. أهم شيء من وجهة نظري يجب أن يكون هناك متابعة وتقييم، وأيضا عمل خطط إذا في كان لدينا أي اضطرابات اقتصادية أو سياسية أو مالية أو في الدول المجاورة مثل ما يحدث حاليا في أوكرانيا، يجب أن يكون هناك لدينا بلان بي، احتمال لمواجهة أي صعوبات أخرى. فهذه بشكل عام in general ما هي الحوكمة بشكل عام في القطاع العام. نأتي على بعض المؤشرات الدولية، هناك مؤشرات دولية متعددة منها الـ World Governance Indicators أو Indexes التي تتكلم عن Voice, Accountability, Political Stability، الثبات الأمن والعدالة، المشاركة والمحاسبة، كفاءة الحكومة، جودة الأنظمة والتشريعات وتطبيق سلطة القانون وأيضا الفساد. هنا من الملاحظات أن الأكثر تضررا خلال فترة من 2009 إلى 2019 أو 2010 إلى 2020 هو الانهيار الأمني الذي هو واضح للجميع معلوم الأسباب، وأيضا انهيار كفاءة وأداء الحكومة بشكل تام. موضوع الفساد وموضوع تطبيق سيادة القانون والقوانين موجودة لدينا في اليمن بشكل أو بآخر، ولكن المشكلة هي كفاءة وتطبيق هذه القوانين. من جانب آخر هناك معايير أخرى، نجد أن اليمن يعني في مقاربة إلى القاع، يعني إذا احنا ترتيبنا 136 في الستاتس اندكس يعني في معايير معينة مثل الدولة وأمان الدولة، في الايكونوميك ترانسفورميشن 135 من أصل 137، وأيضا من ناحية الجوفرنس نحن 132 من أصل 137، وأيضا في الشفافية وفي الانتقال السلمي للسلطة والجوانب السياسية أيضا نحن في القاع. طيب ندخل إلى تفصيل نوعا ما، لماذا؟ ما هي المعايير؟ سوف نحاول أن نعرج، لن أتكلم عن الاقتصاد، لن أتكلم على تمكين المواطنين بقدر ما أتكلم عن ما هو الذي جعل اليمن إلى مجتمع يعني نتيجة سوء الحوكمة إلى مجتمع شبه مفكك، وسوف نناقش السيفتي والسيكوريتي وحرية المواطنين والحوكمة، وأيضا ممكن نعرج على السوشيال كابيتال أيضا. في طبعا كل الأرقام التي سوف أعرضها هي على اليمن وخلال فترة 10 سنوات. طيب عندما حللنا الترند العام لكافة المعايير والمؤشرات الدولية وجدنا أنه أكثرها تضررا، وهو موضح في الشكل هنا باللون الأحمر المقطع، أن السيفتي والسيكوريتي هو الذي انهار بشكل كبير ابتداء من 2009 إلى ما وصلنا إليه في 2019 و2000 حتى إلى 2022. فهو أول عامل هو السيفتي أند سيكوريتي. العامل الآخر الذي تضرر هو الجوفرنس، وأيضا ربما ممكن نقول هنا الإيكونوميك كواليتي، وهي مرتبطة نوعا ما بالجانب الأمني لأنها تتكلم عن على حقوق المواطنين وعلى ديناميكية السوق وعلى الكومبتيتيف التنافسية وعلى الإنتاجية في القطاع بشكل عام الحكومي أو القطاع العام والقطاع الخاص. طيب عندما نمسك الـ inclusive society ونغوص في جزئياتها، نلاحظ أن هناك 4 عوامل اللي هو الـ governance، وأكثرها تضرراً هو كفاءة الحكومة. في الـ personal freedom لم تتضرر، فيها تضرر نوعاً ما بس ليس بشكل كبير. safety and security سواء من الاضطرابات السياسية سواء من ضربات الإرهاب
هذه الذي أثرت بشكل عام، وأيضا الحرب المعلنة، وأيضا من ناحية السوشيال كابيتال هناك الذي هو عبارة عن المشاركة المجتمعية ضعفت بشكل كبير جدا. أضف إلى ذلك أن هناك الانستيتيوشنال تراست، ثقة المواطن بحكومته، ثقة المواطن بمؤسسات الدولة انهارت. حولت الجدول هذا إلى أرقام، نجد أنه زي ما قلنا العنف 99% انهار، الإرهاب والحرب، ومن ناحية كفاءة الحكومة 83% بالماينس، المشاركة المجتمعية ضعيفة جدا، وأيضا المواطن فقد ثقته بالحكومة. وهذه العوامل التي يجب على أي جهة تعمل على بوست كونفليكت كونستراكشن، بيس بيلدينج، بناء الدولة الجديدة، استراتيجية بناء الدولة، يجب أن تعالج هذه العوامل بشكل رئيسي. طيب عندما نمسك الجوفرنس، بحكم أن احنا اليوم نتكلم على الجوفرنس، ما هو الجوفرنس افكتيفنس؟ تعكسها في 5 نقاط رئيسية، هو مدى استخدامنا لأصولنا ومواردنا الطبيعية، كفاءة وجودة و يعني سمعة الحكومة في نفسها، تنفيذ المشاريع، التنسيق في تنفيذ المشاريع، وأيضا هنا نتكلم على الشفافية في ناحية الميزانية. لذلك لو تلاحظوا أنتم، بحكم أن أنتم معنيين بالملف اليمني، آخر دونيشن عملته الأمم المتحدة لدعم اليمن، لم تحصل اليمن على يعني أكثر من تقريبا 25 30% من المنح، لأنه لم يعد المجتمع الدولي واثقا في اليمن بسبب هذه العوامل. وأيضا لو تلاحظوا من جهة أخرى أن الحكومات الدولية تحاول أن تطبق مشاريع سموها إغاثية، إنسانية، إسعافية، تنموية، تطبقها بنفسها بسبب انعدام الثقة مع الحكومة. ونعرف كلنا أن أحد المشاريع الناجحة الذي يدار عن طريق البروجكت مانجمنت اوفيس، الذي هو الصندوق الاجتماعي للتنميه، احد المشاريع الناجحه، وهو الذي يعني يحوز على ثقه سواء البنك الدولي او غير بعض المنظمات المانحه. اذا لكي نعالج العاملين الرئيسيين في السيفتي اند سكيورتي، يجب علينا ان نعمل كلنا جميعا الى الدفع باتجاه السلام، الدفع باتجاه الحوار، الدفع باتجاه المصالحه بشكل عام. كما يجب علينا أيضا أن نتكلم، إذا تكلمنا عن الحوكمة وكفاءة الحكومة، يجب علينا أن نعمل على أن تكون هناك حوكمة شاملة تشمل القطاع الحكومي، القطاع الخاص اللي سيتكلمون عليه الأخوة الشباب فيما بعد، وأيضا الدور الرقابي للمجتمع، لأنه زي ما أنتم عارفين بين الحكومة والقطاع الخاص هناك معايير معينة ممكن الشغل فيما بينها، وكذلك يعني سلسلة مرتبطة مع بعض. إصلاح الوضع الاقتصادي، وإحنا ممكن نقول عليه هنا تحييد الوضع الاقتصادي في اليمن، نجعله خارج المعمعة السياسية والصراع، محاربة الفساد وهوامير الفساد والمافيا، الاقتصادية والسلطات التجارية الكبيرة، أيضا الدفع بنظام حوكمة مناسب للجمهورية اليمنية. ولذلك أنا أنهي مداخلتي اليوم، أنه يجب علينا نحن في ملاحظة أنه يجب على الحكومة كحكومة أن تبدأ من التوب داون، تبدأ توب داون، أنها على مستوى الحكومة تبدأ بتأسيس إطار عام، هيكلية عامة متوحد لجميع الإدارات العامة في اليمن، تطبق فيه يعني تضع قانون خاص، مجلس أعلى سموه ما شئتم، المجلس الأعلى للحكم الرشيد، نظام معين للحكم الرشيد، يحكم كل ما يجب أن يطبق عليه على مستوى الوحدات الإدارية، وأنت نازل يعني على مستوى الدولة، على مستوى الوزارات والوحدات التشغيلية، على مستوى الجهات التنفيذية والمؤسسات العاملة، على مستوى الوحدات التنفيذية. أيضا عندما يتم صياغة الإطار الهيكلي، صياغة أيضا دليل ممارسة الحكم الرشيد، الكود أوف كوندكت، برنامج تدريبي يتم عمله لكافة النخبة، المدراء أو ما يسموهم القادة، الصف الأول اثنين ثلاثة، ضروري أن لأنهم إحنا آخذين الدولة والحكومة بالوراثة أو باي ديفولت. لذلك يجب تدريب وتقييم سنوي
لكافة المعنيين ماسكين إطار الدولة عبر سياسات ورقابة يعني فاعلة ولها مواصفات معينة. في نفس الوقت لا يجب أن نغفل الدور المجتمعي ودور الرقابة المجتمعي ومشاركة المجتمع في تقييم الاعوجاج وفي طرح النقاط، وأن يكون هناك إطار معين لهذه الأشياء سواء في كافة الوحدات التنفيذية أو الخدمية أو حتى الإدارية فيها. أعتقد أننا انتهيت والأسئلة زي ما تحبون. Back to you نجيب. ميكروفون نجيب، ميكروفون نجيب، نجيب الميكروفون. شكرا جزيلا دكتور عبد الغني، اشكرك انقذتنا. شكرا على هذا العرض الرائع والتسلسل المنطقي والتعريف الدقيق للحوكمه، لانه هناك جهل او بمفهوم الحوكمه، ثم يعني بالتاكيد هناك تعارض بين الاكاديميين والمهنيين، لان الاكاديميين ينظرون الى الحوكمه ليس كما ينظر لها المهنيين. المهنيين كل خبراء البنك الدولي وكذا يؤكدوا ان الحوكمه 100% تقود الى النمو الاقتصادي والتنميه وكذا كذا، فيما الاكاديميين لهم بعض النظرات او المعارضات حول موضوع هذه المجر السته الانديكيتورز التي ذكرتها، فويس اند اكاونتابيلتي، هذه كلها مؤشرات ما نحلم به احنا، وندعو كل الباحثين اليمنيين والاكاديميين ايضا، هو كيف يمكن ان نجد لوكال انديكيتورز خاصه باليمن، لانه لا هناك اشياء في الغرب حسمت يعني، ولا يمكن ان ننقل التجربه بكل ما هي موجوده لليمن. نتمنى من ذلك مستقبلا ان نرى باحثين يعني يسبروا اغوار الحوكمه، ثم ينطلقوا من هذه المؤشرات، ممكن نستفيد من التجارب العالم لننطلق نحن. خبيرنا القادم من لبنان العزيز سعد صبرة هو خبير التنمية الدولي ونار على علم، لا يمكن أن أصفه بالدقائق هذه أو أقدمه بهذه الدقائق، فهو خبير مؤسسة التنمية الدولية، عمل في القطاع الخاص ثم العام خريج أمريكا، هو واحد من الذي يمكن أن نفاخر بهم من الشباب اليمنيين الذين يعني مؤهلون تأهيلا علميا وأكاديميا أيضا ومهنيا، فهو يجمع بين المهنية والأكاديمية. العزيز سعد سيحدثنا اليوم عن public private relationship أو partnership، هذا الموضوع وكيف يمكن أن نخلق، لأنه هو متخصص في هذا المجال في القطاع الخاص في حكومة القطاع، وهو من أحد الخبراء الذين عدوا دليل الحكومة. هو خطوة جيدة كانت دليل الحكومة، لكنها كانت مقتصرة، وهذا أنا ما أدعو إليه، أنه القطاع الخاص هناك رعاية من قطاع الأعمال ومن رجال الأعمال، لكن القطاع الحكومي لا يوجد راعي له، هو مهمل ولا يوجد من يتبناه. وبالتالي الأخ سعد سيحدثنا اليوم عن علاقة حكومة الشركات بالتنمية أيضا، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن تنمية اقتصادية بدون وجود قطاع خاص قوي نمكنه ولا نحاربه، يعني كما هو حاصل في وطننا. الإجحاف بحق الشركات أيضا نحتاج إلى أن نقود المدراء أو الملاك بأنهم يفوضوا صلاحية لمدراء خبراء، يعني يكونوا هم المانجمنت، ثم تأتي الحوكمة لتضبط العلاقة بين الملاك وبين المدراء من أجل استمرارية والاستدامة للشركات بحيث تبلغ أجيال وتكون ناجحة وتنعكس ذلك كله على التنمية الاقتصادية. العزيز سعد تفضل مشكورا وحدثنا ولا حرج. شكرا جزيلا أستاذ عبد الغني، شكرا دكتور عبد الغني على العرض الجيد، وشكرا أستاذ نجيب على المقدمة. يشرفني طبعا أن أشارككم اليوم في هذه الندوة، وأن أشارك إلى حد ما يعني برضه التصور أو ورقتي أو العرض اللي سأقدمه سيتم التركيز فيه على مبدأ حوكمة الشركات والحوكمة في القطاع الخاص وارتباط ذلك بمسألة التنمية المستدامة وتنمية القطاع التنمية المستدامة من خلال القطاع الخاص، وسأعرج قليلا على آلية تطبيق حوكمة الشركات أو الحكم الرشيد في القطاع الخاص في الاقتصادات النامية،
ومن ثم المقاربة من بين ذلك وبين حوكمة القطاع العام وتحت مظلة ما يسمى بشراكة القطاع العام والخاص. وسأحاول أن أعرج قليلا على الوضع في اليمن، وهل مسألة حوكمة الشركات وحوكمة القطاع الخاص مسألة مجدية في الوضع الحالي في اليمن، وما هو التصور العام لما يسمى بالريكوفري في اليمن بإذن الله. فدعوني بس أشارككم العرض. أنا مش عارف هل العرض طالع عندكم ولا لا. تفضل شير سكرين. أوكي صح. أوكي. So again الفكرة طرحت على أساس إنه يتم فيها تعريف corporate governance أو حكومة الشركات في emerging markets واللينكجز بين ذلك وبين التنمية المستدامة. وأحاول أركز على هذه المبدأ in the context of Yemen أو في على ذلك في اليمن. لحظة خليني بس أنا لا أعرف تمام. مية. So ما هي حوكمة الشركات التجارية؟ ولحظة بس عندي بس مسألة بسيطة هنا. So تعريف حوكمة الشركات أو corporate governance، يعني هناك الكثير من التعريف، أعتقد الزملاء ذكروا أو لمحوا لماذا لهذا التعريف، ولكن هناك مؤسسات دولية يعني طرحت تعريف حوكمة الشركات بمجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهمينها. فيعني العلاقة هذه كيف يتم إدارتها من حيث يتم من خلالها توضيح الأهداف وتوضيح المهام والواجبات بما يؤكد وسائل تحقيق الأهداف ومراقبة الأداء. طبعا هناك تعريفات أخرى أيضا، لكن بشكل عام هو يعني إطار عام لتوفير الإشراف على عمليات المخاطر والمراقبة التي تدار بها تلك الشركات. لماذا يعني هناك اهتمام كبير بموضوع حوكمة الشركات وبالذات في الأسواق النامية؟ أعتقد أن الأساس في ذلك أنه حوكمة الشركات أو الحكم الرشيد في الشركات يساهم في التنمية المستدامة، وقد ذكر الأستاذ نجيب مسألة السستينابيليتي، التنمية المستدامة من خلال تحسين أداء الشركات وزيادة وصولها إلى رأس المال. التركيز اللي سأحاول أن أعرج عليه هنا هو الفكرة ليست مرتبطة فقط باستدامة الشركة وتطبيق ما يسمى بسياسة التعاقب، يعني الشركات التي طبقت مبدأ الحوكمة بشكل ناجح هناك تجارب كبيرة لشركات طبقت سياسة التعاقب لأجيال قد تصل إلى الجيل رقم 90 والرقم 100 من خلال تطبيق حوكمة الشركات. لكن المسألة الأساسية أنه كيف توفر لهذه الشركات آلية معينة للنمو وللحصول على التمويل أو الوصول إلى ما يسمى برأس المال الخارجي. ومن هذا المنطلق أن حوكمة الشركات أصبحت يعني محط اهتمام شركات القطاع الخاص بشكل عام، والاهتمام هذا مبني على مسألة النمو والتطوير والحصول على رأس المال. هناك طبعا معايير أساسية لحوكمة الشركات والتي من خلالها تقوم الشركة بتطبيقها. إذا طبقت الشركة يمكن أن تصبح يعني قادرة على الوصول إلى تلك الأهداف. أول معيار هو الالتزام بحوكمة الشركات والcommitment to corporate governance. من خلالها تقوم الشركة بإضفاء يعني طابع رسمي على السياسات والإجراءات. رسمة السياسات والإجراءات مهمة جدا في مسألة حوكمة الشركات. المعيار الثاني هو أن تقوم الشركة بطرح هيكل رسمي للمجلس الإدارة وموضح فيه أدوار ومسؤوليات واضحة لمجلس الإدارة، وأيضا يقوموا بتطبيق نفس الإطار على ما يسمى بالإدارة العامة للشركة أو الجهاز التنفيذي للشركة، ومن خلال خلق بيئة رقابة إدارية واضحة وضوابط داخلية سليمة وتدقيق داخلي سليم. أيضا المعيار الرابع المهم في حوكمة الشركات هو ما يسمى بال transparency and disclosure أو الشفافية والإفصاح، والتي من خلالها تقدم الشركة تقارير سنوية عالية الجودة ومعلومات مالية وغير مالية تكون كافية يعني لخلق يعني تلك الشفافية ومسألة الإفصاح. أهم معيار، المعيار الخامس في تطبيق حوكمة الشركات، هو ما يسمى بمعاملة المساهمين أو treatment of shareholders،
التي من خلالها يكون هناك معاملة متساوية لجميع المساهمين في الشركة وبالأخص الأقليات من المساهمين. ولكن عندما نعرج وننظر إلى حكومة الشركات بشكل مدقق وأفصل، تلاحظون كما ذكرت أنه هناك ثلاثة يعني أطر أساسية في حكم الشركات، وهي خلق العلاقة بين الشير هولدرز والمانجرز والديركتورز. وحكم الشركات توضح تلك العلاقة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات. لكن الحكم الرشيد في الشركات يشمل فهم أهداف الشركة ومواءمتها بين مصالح المديرين وأصحاب المصلحة. والمديرين في هذه الحالة هم البورد أوف ديركتورز أو أعضاء مجلس الإدارة. تطبيق الشفافية أو ترانسبيرنسي كما ذكرت، ووصول أصحاب المصلحة اللي هم المساهمين إلى المعلومات حول إجراءات الإدارة في الشركة. كما يتم أيضا يعني التطبيق ما يسمى بمعيار المساءلة، التي يتم بموجبها محاسبة المديرين إذا فشلوا في تحقيق أهداف الشركة. هناك أيضا جوانب أخرى للحوكمة في الشركات يدخل فيها تحديد حقوق المساهمين وآلية الإشراف لحماية حقوق ومصالح المساهمين وبذات الأقليات كما ذكرت، وأيضا ما يسمى بالكود أوف كوندكتس أو قواعد السلوك الخاصة بمجلس الإدارة وكذلك الإدارة والموظفين. وأيضا شيء مستحدث الكومبلاينس بوليسي أو ما يسمى بسياسات الامتثال للتأكد من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات إدارة قضايا الاستقلالية في العمل. OECD شركة منظمة عالمية معنية بتطوير القطاع الخاص، وضحت معايير أساسية لحوكمة الشركات. حبيت أن أعرج بشكل سريع في هذه الشريحة. وضحوا فيها أنه حوكمة الشركات لا تطبق إلا إذا حققت هذه المعايير الأساسية، والتي يدخل فيها مثلا ضمان الأساس لحوكمة لإطار حوكمة فعالة، الحقوق والإنصاف كما ذكرت، ودور أصحاب الشركة في حكم الشركات والإفصاح والشفافية والمسؤوليات. لكن هناك معيار أساسي تم إضافته واستحداثه مؤخراً هو رقم 3، التي من خلاله يعني يتم تطبيق الحكمة إذا حصل هناك يعني أو تم الوصول إلى مستثمرين مؤسسين وأسواق مالية وغيرها من خلال تطبيق الحكمة، أو ما يسمى بالأكسس تو فاينانس، يعني إنه حكمة الشركات تخلق فرص لتمويلات واستثمارات أجنبية مباشرة في الشركة أو من خلال مستثمرين مؤسساتيين. طبعاً الفوائد العامة لتطبيق حوكمة الشركات كثيرة، ولكن سأحاول أن يعني أختصرها في هذه الشريحة. في المعيار الأساسي هو تحسين الكفاءة التشغيلية في الأمور المالية، والتي يعني من خلالها يساعد برنامج الحوكمة في تحديد الأدوار والمسؤوليات الواضحة مالياً. أيضا ما يسمى بمساءلة، يعني تطبيق معايير مساءلة أفضل وضبط ضوابط مالية حكيمة في الشركة، يعني وأيضا من خلال ذلك يتم تبسيط العملية التجارية وتحسين الأداء التشغيلي أفضل للشركة. أيضا هناك جانب آخر في أو فائدة أخرى من تطبيق حكومة الشركات، من خلالها يعزز فيها ما يسمى بسمعة الشركة، هو enhances reputational and trust في الشركة، يعني يعزز ذلك حوكمة الشركة يعني السليم في سمعة الشركة، ويبني الثقة بين أصحاب المصلحة. والسمعة والحوكمة السليمة والإفصاحات تعزز سهولة وصول الشركة إلى رأس المال. إذا أيضا جانب مهم جدا أو الفوائد الأساسية لحوكمة الشركة هو إدارة المخاطر، يعني التي من خلالها يؤدي تنفيذ برنامج حوكمة في الشركة فعال إلى تحسين رقابة مجلس الإدارة والمديرين في المجالات الرئيسية لإدارة المخاطر، وتعزيز الضوابط التي من خلالها يتم تدقيق داخلي أقوى وتطبيق معايير الامتثال كما ذكرت. أيضا هناك جانب ما يسمى بتحسين القيم وتكليف وتكاليف رأس المال في الشركة، أو ما يسمى بالcost of capital أو تكلفة رأس المال في الشركة. عندما تطبق الشركات معايير الحوكمة يقلل ذلك من تكلفة رأس المال للمستثمرين، ويصبح المستثمرين على استعداد أكثر لدفع يعني بريميومز أو علاوات أو استثمارات للشركة التي تطبق معايير حوكمة قوية. أيضا التصنيف العالمي، عندما تطبق الشركة معايير الحوكمة يصبح لها تصنيف عالمي، وكما ذكر الدكتور عبد الغني في طرحه أنه يعكس ذلك الوضع العام لأداء الأعمال في البلد والتصنيف لوضع البلد فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة.
هنا يعني هناك دائما لبس بين دور مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وهذا اللبس يتم توضيحه من خلال الدليل الذي ذكره الأستاذ نجيب، لكن سأحاول أن أطرح لكم بشكل سريع ما هو الدور العام لمجلس الإدارة الذي من خلاله يكون تطبيق الحكماء ناجح. أول دور لمجلس الإدارة هو ما يسمى بالوكالة أو الستورشيب، اللي هم الجانب الاستراتيجي لإدارة الشركة والتوجيه الاستراتيجي ومتابعة وإشراف على أداء مديرين الشركة، تعيين رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي، اختيار المدير العام، وتقييم ما يسمى بالتعاقب التخطيطي في الشركة أو succession planning، اللي من خلاله الشركة تستمر في عملها. كما ذكر الدكتور عبد الغني، للأسف عندنا ثقافة عامة الذي هي التعاقب يتم من الأب إلى الابن، لكن في تطبيق هذه المعايير التعاقب يكون أفضل من خلال تحديد المعنيين بالإدارة من اللي هم كفاءة يعني مناسبة وملائمة للشركة. الجانب الثاني لدور المجلس الإدارة هو oversight and control أو الرقابة والتحكم، الذي من خلاله مجلس الإدارة يراقب الإدارة الداخلية وإدارة المخاطر كما ذكرت، وإعداد التقارير المرجعية المراجعة الداخلية والخارجية في الشركة. ايضا البروبر ترانسبيرنسي وديسكلوجر، الشفافيه والافصاح كما ذكرت. وايضا مجلس الاداره معني بحمايه المساهمين، ليس المديرين التنفيذيين، وانما مجلس الاداره هو الذي يتابع حمايه المساهمين من خلال الجمعيه العموميه وحمايه الاقليات والوصول الى ما يسمى بالانفورميشن اند كوميونيكيشن او المعلومات والاتصالات الرئيسيه لسياسات السلوك في الشركه. اما فيما يتعلق بالبزنس ليدرشيب او المانجمنت او المدراء التنفيذيين، فلهم اربع محاور اساسيه للعمل. أول محور هو التطوير، وهم الذين يقوموا بتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل والميزانيات وعرضها على مجلس الإدارة. ثاني محور ما يسمى بالإكسكيوشن أو التنفيذ، اللي من خلاله يعني لجان تنفيذية داخل الشركة هي التي تقوم بتنفيذ كل ما هو معني بإخراج عمل الشركة، أو ما يسمى هذا المجلس القيادي في الشركة، أو ما يسمى بالسي سويت، اللي هم المدراء التنفيذيين الذين ينفذون ذلك. ايضا يقوم المدراء التنفيذيين بقياده الاستراتيجيه والقرارات التي اتخذها مجلس الاداره، ينفذوا تلك السياسات. واخيرا انه يؤسسون ما يسمى بعمليات وانظمه ضمان التنظيم الفعال للموارد وتخفيف المخاطر. هنا يعني بعض التجارب العمليه لشركات استثماريه تجاريه عربيه او في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا طبقت معايير الحوكمه، حاولت من خلالها ان اوضح لكم امثله توضح ما هي الفوائد او ما يعني بعض المعايير التي تم من خلالها استفاده كبيره بعد تطبيق معايير الحوكمه. وهذه شركات في الاغلب متواجده في مصر وفي الاردن وفي منطقه الخليج العربي وكذلك في المغرب. احد المستثمرين يعني اكد انه من خلال تطبيق هذه المعايير تحسنت أداء الشركة وتقييم الشركة تحسن بشكل واضح، وجذب يعني استثمارات إلى الشركة، ويعني رفع معيار الاستثمار في الشركة بنسبة 40%. أيضا تطبيق هذه المعايير في أحد الشركات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا أكد أن هناك تحسن واضح في الأداء، من خلاله يعني تحسنت أداء الشركة أو الربحية في الشركة بنسبة 20%. ايضا كما ذكرت الامبروفد اكسس تو فاينانس او تحسين الوصول الى التمويل، الذي من خلاله تحسنت من خلال تطبيق الحوكمه بنسبه الحصول على التمويل يتحسن بنسبه 80%. وهذه تجربه يعني عمليه لاحد الشركات التي وضحت تجربتها في احد الشركات كانت يعني ترغب في الحصول على تمويل بمبلغ 16 مليون دولار بدون تواجد هذه الحوكمه، هذه المعايير لم تستطيع الشركه الحصول عليها، ولكن من خلال تطبيقها الشركة يعني كما ذكرت يعني توصلت إلى ذلك التمويل بشكل أسرع وأفضل. أيضا تحسن إدارة المخاطر بنسبة 30% على الأقل، وفي حالات أخرى بنسبة 20% على الأكثر، وفي حالات أخرى على الأقل بنسبة 20%. وأخيرا ذكرت أحد الشركات أنه تحسن الإشراف والتغييرات في هيكل مجلس الإدارة، يعني وضح ان ذلك حسن وضع الشركه في الجانب الاستراتيجي والرقابه. كمان ايضا ساعرج على OECD اللي حطت فيها ما يسمى بالجايد لاينز في الحوكمه وتطبيقها، ليس في القطاع الخاص وانما في ما يسمى بالمؤسسات الحكوميه التجاريه ستيت اوند انتربرايزز. يعني من المهم
كما ذكر الأستاذ نجيب أن تركيز مبدأ الحوكمة يطبق بشكل مركز على القطاع الخاص الحوكمة التجارية، لكن يمكن تطبيق الحوكمة التجارية أيضا على الشركات المملوكة من الدولة أو الشركات القطاع المشترك أو الشركات الحكومية، ومن خلالها هناك مبررات مهمة طبعا في بعض المجالات للدولة أن تكون هي المعنية بإدارة بعض الشركات، لكن الشركات هذه عليها أن تمارس مبادئ الحوكمة التجارية من خلالها توضح فيها ملكية الشركة لعامة الناس أو للدولة، وفي هذه الحالة الشركة اللي تملكها الدولة مساهمينها هم الشعب، ويجب عليهم على الحكومة تطبيق الأهداف التي تبرر ملكية الدولة للشركة والإفصاح بشكل واضح عن عمليات الشركة هذه وإخضاعها لمراجعة متكررة، وذلك لما يخدم يعني دور المساهمين. دور الدولة كمالك يجب أن تعمل بصفتها مالكة يعني واعية ونشطة ما يضمن تنفيذ حوكمة الشركات، والدولة أيضا الشركات المملوكة للدولة في السوق يجب أن تضمن الإطار القانوني والتنظيمي للشركات المملوكة للدولة بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة الحميدة. أيضا المعاملة المعادلة للمساهمين في الشركات الحكومية مهم جدا أن يتم تطبيق ذلك بشكل واضح وجلي. والجانب الخامس هو stakeholder relations and responsible business اللي هو يعني علاقة أصحاب المصلحة والمسؤولين، وفي هذه الحالة أكيد كما ذكرت الدولة معنية بأن تقدم سياسات ملكيتها بشكل واضح، وأيضا أخيرا تطبيق سياسة الإفصاح والشفافية في state owned enterprises أو الشركات الحكومية. في هذا الجانب طبعا مبدأ الشراكة مع القطاع العام وبين القطاع العام والقطاع الخاص مهم للغاية في حالات تنموية تقوم الدولة ب يعني الإجراءات تخلق من خلالها مشاريع تنموية ذات في جانب البنية التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهناك عناصر رئيسية للشراكة مع القطاع الخاص تحدد فيها الحكومة يعني القيمة المضافة من خلال تواجد القطاع الخاص كشريك استراتيجي، وفي هذه الكيانات إذا لم تطبق فيها مبادئ الحوكمة يعني تصبح تحدي استمرارية الشركات هذه كبيرة، لكن عندما تطبق هذه المعايير تحتفظ الحكومة بالمسؤولية السياسية والمسألة لتأمين يعني والمساءلة لتأمين تقديم تلك الخدمة. طبعا في PPP projects أو في شراكة القطاع العام الخاص يعني في معايير أساسية لتنفيذ تلك المشاريع، لكن بشكل عام تحدد الحكومة الإطار الزمني الذي من خلال القطاع الخاص يقدم تلك الخدمة للمجتمع بالنيابة عن الدولة، ويقوم القطاع الخاص بتنفيذ تلك الخدمة وتوفير التمويل الكامل أو التمويل الجزئي للمشروع، ويتم تعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء تنفيذ ذلك المشروع في خلال من خلال إطار زمني قد يكون ما بين 10 إلى 30 عاما اعتماد يعني يعتمد على يعني على طبيعة المشروع. وأيضا في هذه المشاريع يتم دمج الوظائف المختلفة للتصميم والبناء والصيانة وتشغيل تنفيذ وتشغيل المشروع بآلية تكون فيها يعني مسألة التمويل الذي سيخصص للمشروع هذه يطبق فيها معايير الحوكمة، وأيضا هناك معايير يضاف فيها environmental وsocial أو معايير بيئية ومعايير اجتماعية أخرى، وهذه المشاريع هي التي من خلالها يعني تجارب عالمية يعني تنجح في التنفيذ والكفاءة تكون عالية جدا طبعا بتطبيق تلك المعايير التي في حالات يعني بنسبة 99% كل المشاريع التي نفذت بآلية PPP وتم توفير تمويل دولي لها طبق فيها تلك المعايير وأثبتت نجاحات كبيرة. أعتقد أحد الأمثلة القريبة لدينا جميعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطار الملكة علياء الدولي الذي تم تنفيذه بهذه الآلية التي يعني شاركت الحكومة الأردنية فيه بنسبة 67% من خلال الأصول، أما الاستثمار المباشر وتوفير التمويل كان من خلال الشريك الرسمي والاستراتيجي من القطاع الخاص لإدارة تلك المطار، ولم تنفق الدولة الأردنية ولا مليم واحد في هذا المطار، والآن المشروع يعني ربحي يوفر للحكومة الأردنية مدخول سنوي يتجاوز 600 مليون دولار إلى الحكومة فقط غير ما يجنيها القطاع الخاص، وهذا المشروع يعتبر أحد الفلاكشيبز والمشاريع التي تم تنفيذها بآلية الحوكمة التجارية الناجحة.
عندما ننظر إلى اليمن أو ما يسمى بالوار بيس انترليشن أو الحرب والسلم في اليمن، وما دور ذلك في التصور العام لحوكمة الشركات. طبعا هنا الطرح يؤخذ فيه بعين الاعتبار أن القطاع الخاص متواجد في الحرب ومتواجد في السلم، لكن عندما نتحدث عن الوار براكتسز أو ممارسات التي تتم في الحرب، يعني واضحة لدينا جميعا أنه يعني تكثر فيها مسألة الإجرام والاقتصادي في هذه المراحل، وهناك أيضا يعني يخلق ما يسمى بالاقتصاد الغير رسمي، وكذلك يعني تنفيذ المشاريع أو إخراج المشاريع يكون بآلية فيها ما يعني بآلية الفرصة أو اقتناء الفرصة، ويستغل فيها عدم تواجد الحكومة أو الحوكمة. ومن هذا المنطلق فإن القطاع الخاص يجد نفسه في محك يعني صعب للغاية لتقديم الخدمات ولتنفيذ معايير النمو والاقتصادي في خلال مرحلة الحرب. لكن للأسف حتى فيما يتعلق بالبيس تايم أو في مرحلة السلم، يلاحظ كثير أنه بعد الحرب يعني يظل هناك معنيين أو ما يسمى بالورد لوردز، يعني اللي هم يعني المعنيين بالمسيطرين على أذرع القطاع الاقتصادي في البلد المعني، هم الذين يستمرون في الحكم. ويظل حتى في مرحلة البيس أو السلم دور القطاع الخاص يواجه صعوبات كثيرة وتحديات كثيرة يتعلق فيها، يعني يدخل فيها يعني مسألة النمو الاقتصادي بطريقة غير رسمية. لذلك فإن تطبيق معايير الحوكمة التجارية للقطاع الخاص اليمني يجب أن يتبناها المجتمع اليمني في كل المراحل. ولكن قبل أن أدخل في ذلك، يعني هناك يعني بعض التحديات التي يواجهها القطاع الخاص اليمني فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة، وهذه التحديات عندما يعني من خلال مسح قمنا به في مرحلة يعني قريبة، ولاحظ أن هناك قصور في مجموعة من المحاور. أولها في الأدوار، حيث لا يوجد تقسيم واضح بين الإدارة والمجلس. أيضا في الواجبات، أعضاء مجلس الإدارة أدوارهم ليست واضحة، ولا يوجد ما يسمى بسياسة العناية والولاء. كما يوجد أيضا مشكلة في الستركتشر في الشركات أو البنية، لا توجد لجان عاملة فاعلة، وعدم وضوح في إدارة في الأدوار سواء كان على مجلس الإدارة أو المديرين. أيضا فيما يتعلق بالكومبوزيشن أو التكوين للشركة، غالبا ما تكون من أشخاص يعني غير مطلعين أو غير معنيين، أو لا يتم اختيارهم يعني باختيارهم بطريقة غير رسمية، ولا يحملون يعني أدوارهم تكون غير واضحة بمعايير السكيلز أو المهارات المطلوبة. أيضا الدور الذي تقوم به الشركة يعني أو الفانكشن لا يوضح من خلال خطة عمل أو من خلال تقارير عمل واضحة ليحدد فيها البروجكشنز أو الخطط المستقبلية. ولاحظ بشكل عام أن هناك يعني ضيق في التركيز على ما يسمى بالأمور المالية. أيضا شروط العمل في مجلس الإدارة بشكل عام في اليمن للأسف ما زالت محدودة للغاية. وعليه لماذا يعني يمكن أو يحبذ أن يطبق معيار أو أطر حكمة الشركات في اليمن؟ حكم اليمن يعني مصنف من الأسواق الضعيفة والغير مستقرة، لكن الأساس أنه القطاع الخاص ما زال فعال في اليمن ويعمل بشكل مباشر، ودوره ما زال يعني قائم. ولذلك فإن الاستثمار في اليمن حاجة يعني ملحة للغاية، ومن خلالها يعني الحاجة إلى خلق أطر تخفف منها المخاطر في الاستثمار في اليمن والتمويل مهمة جدا، وذلك تطبيق معايير الحوكمة حتى في هذه الظروف مهم للغاية. وإذا ذكرنا أنه هناك يعني ثلاثة مراحل للصراع أو للكونفليكت، نحن للأسف ما زلنا في مرحلة ما يسمى بالأوبن كونفليكت أو الصراع المفتوح، لكن حتى بعد الانتعاش من الصراع أو الخروج من المرحلة هذه،
يشارك القطاع الخاص في كل هذه المراحل، ولذلك يحتاج القطاع الخاص إلى تطبيق نهج الكوربريت governance بشكل مباشر وعاجل. وحكومة الشركات هو يعني يعتبر يعني approach or نهج ممتاز يتم من خلاله فتح إمكانيات التمويل والاستثمار مع القطاع الخاص. أخيراً حبيت بس إحنا يعني كما أعتقد الدكتور عبد الغني ذكر نوع إلى حد ما، ما هي الأهداف، ما هو اللي يمكن أن نقوم بها الآن كمفكرين كمهنيين كأكاديميين في اليمن. أعتقد أنه على الأرجح أنه يمكن أن نحدد أهداف واضحة يتم من خلالها تسليط الضوء على خصوصيات وتحديات البيئة العامة للعمل في القطاع الخاص، ويمكن إلى حد ما إذا المعنيين بالأمر اتفقوا على إنشاء خارطة الطريق لأفضل الممارسات. وكما ذكرنا يعني هناك دليل للحوكمة في اليمن، لكن يحبذ أن تكون هناك خارطة الطريق أو رود ماب لأفضل الممارسات والمعايير وإضفاء الطابع المؤسسي على إطار حكومة الشركات. وأعتقد أن هناك أيضا يعني تطبيق الممارسات الأساسية للحكومة في اليمن يمكن أن يستفيد من إحداث تحول في الثقافة العامة. يعني إذا أمكن الجلسة اليوم هذه مهمة جدا، بس خلق الثقافة العامة في تطبيق وتعزيز النهج الحكومة الشركات وإدارة المخاطر وإدارة الفرص كذلك لأنشطة الشركات مهم جدا لتخفيف المخاطر وتطوير القطاع الخاص بشكل عام في اليمن. وأخيرا يعني خلق قيمة مستدامة للقطاع الخاص أو يعني بحيث يكون له دور أساسي في التعافي في اليمن وإن شاء الله الدخول إلى مرحلة النمو. واليمن يعني لديها ما لديها من الموارد الأساسية والطبيعية والبشرية الذي من خلالها ممكن أن تطبقها تعمم هذه الثقافة، ومن تطبيقها يعني أساس التحدي في اليمن هو خلق فرص التمويل لإعادة البناء من خلال القطاع الخاص. أخيرا طبعا سيضمن ذلك طبعا زيادة عدد الشركات التي تصبح قادرة على أن تمول وأن تستمر في النمو وأن تساعد في إخراج اليمن من الأزمة والمأزق الذي للأسف نعيشه today. شكرا جزيلا وعفوا أطلت عليكم و happy to answer any questions. Back to you أستاذ نجيب. شكرا أخي سعد، كفيت ووفيت. أخي سعد أشكرك جزيل الشكر على هذا العرض الرائع. و لدينا أيضا الدكتورة نجات جمعان، وهي باحثة وأكاديمية مخضرمة. أولاً إنه في متطلبات قانونية لحوكمة الشركات. أوكي. على كل سعد الله مساءكم، وأعتذر كثير عن هذا الحدث، لكن كويس إني دخلت on time. على كل فكرة الورقة هي بتبتني على ثلاثة محاور. المحور الأول، في هناك متطلبات، والمتطلبات هذه أدت إلى بذل جهود متعددة لمحاولة توفيرها. وأيضا النقطة الثانية اللي حتكلم عليها الذي هي موضوع التحديات التي تواجهها الشركات العائلية، وبيكون التركيز بدرجة أساسية إيش الذي بيجري داخل هذه المؤسسات من حيث التحديات، ثم بنوضع بعض الحلول وفي النهاية التوصيات. نأتي للنقطة الأولى للمتطلبات القانونية لحوكمة الشركات العائلية. هناك متطلبات، منها مجلس الإدارة، لابد أن يكون هناك مجلس إدارة. أيضا حقوق المساهمين، يجب أن تكون الأنظمة في الشركات تسمح للحفاظ على حقوق المساهمين. في جانب الإفصاح والشفافية أيضا كمبدأ أساسي مهم جدا، وهذا بيرتبط أيضا بموضوع الرقابة والمتابعة والمراجعة. والنقطة الأخيرة والتي تخص بدرجة الشركات العالية المتمثلة في أن يكون هناك دستور وأن يكون هناك مجلس للعائلة، ويكون أيضا لجنة متخصصة لمشاريع العائلة. النقطة الثانية في هذه السلايد الذي آليات تطبيق حوكمة الشركات العائلية. هذا طبعا بيتطلب إطار قانوني واضح، وبيتطلب مؤسسات قضائية وقانونية تساعد في تطبيق هذه القوانين، وأيضا قانونية للشركات.
الظواهر التي هي بحاجة إلى تعديل في القوانين. طبعا هناك قضايا كثيرة، لكن حتكلم على ثلاث نقاط. الذي صعوبة تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة. نحن نعلم جميعا أنه الحوكمة دائما يعني بتحط مبدأ أن يكون هناك أعضاء مجالس إدارة مستقلين. أيضا الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير التنفيذي. أيضا النقطة التي دائما واضحة بالنسبة للمحللين، الذي هي سيطرة حملة الأسهم الكبيرة على إدارة الشركة وقراراتها. إذن هذه هي النقاط الأساسية. لكن سؤالي بتنفسه أو كان كنا دائما بنناقش مع زملائنا ما تطوير متطلبات الحكومة في الجمهورية اليمنية. طبعا هناك دراسة حاولت أنها توقف على بعض القضايا بالذات في الجانب القانوني والتشريعي، فوجدت أنه نحن بحاجة إلى تجديد بعض التشريعات اللي لها علاقة بالحوكمة. أيضاً اتضح أنه بعض التشريعات تحتاج إلى مراجعة في ضوء تطور مفاهيم وتطبيقات الحوكمة. نحن نعلم أنه معظم تشريعاتنا وقوانيننا يصعب تعديلها بناء على المستجدات الجديدة. مراجعة شاملة للقوانين والأنظمة ذات الصلة لتقدير قابلية توافقها مع المبادئ المحورية لحوكمة الشركات، وتوثيق حالات القوانين التي دكتورة واصل. يا دكتورة وانا استاذنك يا دكتور ان انا بقول كلمه عن كل سلايد، لانه تفضل بس كلمه. المتطلبات يعني هنا تحدث الدكتوره عن المتطلبات في رفع الوعي، والحوكمه هي بحد ذاتها عرفها بعض الباحثين بانها عباره عن ثقافه، نحتاج الى رفع مستوى الثقافه في مجال الحوكمه يوم بعد يوم. هنا بعض التوصيات تطرحها الدكتوره لتطوير أدوات الحوكمة، يعني طلاب القوانين ومكاتب المراجعين المحاسبين والقانونيين والعناب. طبعاً هذه كل مشاريع مستقبلية نتمنى يعني أن ترى النور. تتكلم الدكتورة عن ضرورة وجود دليل، وهو ما تحدث عنه بأنه ضروري أن يكون هناك دليل حوكمة مكتوب للقطاع العام ثم للقطاع الخاص ثم للمنظمات الغير الربحية الذي هي غير هادفة لوجود الربح، لأن دورها هذه اليوم أكثر من بقية القطاعات. يعني تتحدث الدكتورة أيضا في مجلس الإدارة والمتطلبات هذه الخمسة وتقييم دوري، وهذا أمر مهم جدا، لأنه نحن نفتقر إلى ربما توجد بعض القوانين الكويسة لكنه نفتقد إلى المونيترينج إيفالويشن، يعني التقييم والمتابعة غير موجودة، وهو أهم من وجود القوانين. تتحدث الدكتورة أيضا عن الشركات العائلية، يعني من واقع التجربة أنه دائما يحدث خلافات وبالتالي تنهار المؤسسات العائلية، ووجود حوكمة يعمل على استدامة هذه الشركة، كما أشار أيضا الأخ سعد في عرضه أنه مهم وجود دليل حوكمة يضبط العلاقة بين العائلات وبين المدراء وبين العائلة نفسها إذا كانوا يديروا من أنفسهم، بحيث أنه تستمر هذه الشركات، لأنه انهيار شركة هو انهيار الاقتصاد أيضا. هناك العديد من التحديات التي لا تحصى ولا تعد. توصي الدكتورة أيضا في الأخير
بوجود برنامج مخصص يعني للأجيال المستقبل، ونحن متأخرين أكيد، يعني مشاكلنا متعددة ومركبة في كل شيء، ولكن أعتقد أن البداية تبدأ من وجود حوكمة دقيقة ومكتوبة. الخلاصة أنها توصي بتقييمة القوانين والتشريعات، والحكومة هي أيضا مجموعة من التشريعات والقوانين، وبعض الباحثين يقول هي مجموعة من سياسات وهيكل، بحيث أنه يربط بين المكونات الثلاثة: المجتمع والحكومة والقطاع الخاص، يعني أنها أرقى أنواع طريقة إدارة هذه الثلاثة هي الحكومة، لأنها تربط بينها to bring all these sectors together من أجل تحقيق التنمية المستدامة. هذا خلاصة الحوكمة. لذلك لا يخاف مجتمعاتنا لا أصحاب الشركات ولا المجتمعات، لأن الحوكمة أصلا لحمايتهم، ولا يخاف لا من موضوع الشفافية ولا موضوع موجود مجالس الإدارة. الآن أعتقد أنه حان الأوان لفتح المداخلات والتساؤلات للأخوة سعد والأخ عبد الغني. سأسمح لكل واحد بمعدل دقيقتين، عبارة عن سؤال أو مداخلة بسيطة. أرجو أن نلتزم، لأنه إحنا نتحدث عن الحكومة، فإذا ما ضبطناش الحكومة بالندوة هذه ما بضبطش البلد بكلها، لو سمحتم. من الذي سيبدأ؟ هل هناك؟ أنا سأنهي أشيره إلى ما أرسل من المتحدثين. أحمد العمار ظهر عندي. أحمد العمار تفضل يا أحمد. عمران أحمد عمران، أنا آسف. السلام عليكم، شكرا جزيلا على هذه الفرصة. أنا كنت في فريق، أنا أشتغل مع شركة عالمية ذو مساهمة عامة، يعني موجودة في البورصات، كان في فريق لتحسين العمل، فأنا بقول يعني خبرتين حصلت عليهم، ربما الأخوة الباحثين يستفيدوا منها أو يشوفوها يعني جديرة بالاهتمام، وربما تكون يعني فعلا تقنية جدا. الملاحظة الأولى إن إحنا لاحظنا إنه توحيد KPI حق المدراء أو حق المؤسسات، وهذا حتى بشكل حكومي ممكن يكون للوزارات، إنه كان مهم جدا، كان فيه اختلاف في تقييم الكي بيرفورمانس انديكيتور في بعض الأقسام، مما كان يؤدي إلى التصارع أو إلى عدم السعي نحو الهدف المشترك. فأنا شفنا أنه الكي بي آي، يعني أن احنا نسوي ريفيو ونشوف الكي بي آي هل كله يؤدي إلى نفس الهدف، أنها كانت تجربة مهمة جدا، وتعديلها أدى إلى تحسين الأداء في الشركة. الشيء الآخر أن احنا لاحظنا أن الريسي تيبل اللي هي تحدد من هو المسؤول عن العملية، من هو الذي يجب أن يخبر بالعملية، أن عملية مراجعتها وتوحيدها وتنسيقها أدت بشكل كامل إلى تحسين الأداء في الشركة. ونعتقد أنه إذا وجدنا بعض الحلول داخل خلية صغيرة، ربما هذه الحلول تكون ناجعة على نطاق واسع. وشكرا جزيلا. شكرا لك. On time. الأخ قيس تفضل. مرحبا، شكرا جزيلا لهذه الفرصة، وأشكر المقدمين العروض. اسمحوا لي أتحدث مع الأخ سعد صبرة الصديق العزيز، وأعتقد أنه بحكم تجربته في اليمن حبذا لو يعطينا نبذة عن تجربته فيما يتعلق بشبام القابضة، وربما يعرج على موضوع الحكمة في هذه الشركة التي كانت رائدة في وقتها. وأشكركم كثيرا. ما رأيك يا أخ سعد، تجاوب أو نكمل الأسئلة ثم تجاوب مرة واحدة؟ احنا تحت أمرك يا أستاذ، أعتقد أن أنت تحتفظ بالسؤال ثم نجمع من الأربعة الأيادي المرفوعة ثم نترك المجال لكم. تفضل يا الجند هذا حبيبنا إسماعيل الجند أو اسمه. السلام عليكم. تفضل. أولاً شكرا جزيلا لمنظمة أياب وللأخوة المشاركين بعروضهم. إذا أمكن تفتح الشاشة إذا أمكن. طيب. لأنه
الرؤوس طيب خلاص معلش اتدخل. عبد السلام الجند ايوه انا هو انا الكهرباء نعم اتفضل حبيبي. انا اسمي عبد السلام الجند. ودي انا بصراحه ما حضرتش محاضرة الدكتور عبد الغني، فاتني لأنه فاتني حاجة قيمة. أنا دائما أشوف إنه الدكتور عبد الغني بصراحة في طرحه دقيق وتقييمه للأمور ممتاز. لا أنسى إنه الأستاذ سعد صبر أيضا ما حضرت محاضرته وأشكره جزيل الشكر على تقييمه. أنا بدي لدي سؤال، أو ما تقييمكم لشركة الأسماك اللي كان متولي الموضوع فيها تقريبا؟ انا لا اتعرف في جانب سياسي بالمره، في جانب اقتصادي بحت. شركه الاسماك اللي نصبت على كثير من ابناء الشعب اليمني ومقارنتها مع شركه يمن موبايل، لما يتم المقارنه ما بين الشركتين يكون في فارق تقريبا فارق شاسع، فارق ما بين السماء والارض. دور ال يعني مش عارف انا الجهه اللي منحت الترخيص، دور مجلس القياده مجلس الاداره اللي تقريبا كانت تجربته صفر في هذا الجانب، ولم يتم اي حساب لهذه الشخصيات باعتبارها اضاعت مبالغ ضخمه كانت تحويشة العمر لناس بسطاء باليمنيين. يعني فكيف نقارن ما بين الاثنين؟ ما دور هنا الحكومة في هذا الجانب أو الجانب الرقابي في وزارة التجارة والصناعة، الصناعة والتجارة؟ بودي أحصل على تقييمكم لتجربة كلا الشركتين ودور هذا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، باعتبار أن الشركات المساهمة هي الرافعة تقريبا في الاقتصاد في قادم الأيام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ عبد السلام. الاخ العزيز دكتور احمد. السلام عليكم ورحمه الله. الحقيقه كلام جميل ومثالي من الدكتور سعد، الدكتور عبد الغني، الاخت نجاة، كلهم في اختصاصه. كلام مثالي. كيف نقدر نطبق هذا الكلام على واقعنا في اليمن؟ لان احنا نعيش في عالم اخر الحقيقه. اذا جينا نطبق كل هذه الاشياء اعتقد انه من الصعب ان احنا نتقدم ولو خطوه. شيء مهم الاخت نجاة طرقت اليه، ثقافه المجتمع. اذا يعني نشتي ننشئ مجتمع يتكلم عن هذه الشفافيه وما الشفافيه، يجب ان ندخل هذا في مناهج التعليم. على سبيل المثال انا عايش في اليابان اكثر من 12 سنه. كيف يدخلوا النظافة والانضباط ولا هذا بالتطبيق العملي. كل يوم الصباح الطلاب اليوم في الابتدائية ينظف فصله لمدة 30 دقيقة. فكيف ندخل هذه الأشياء في مناهج التعليم بشكل أو بآخر بأسلوب يتناسب مع وضعنا وإمكانياتنا، بحيث نحن ما نعملش حاجة طموحة وما نقدرش نعملها، نعملها بشكل مبسط وبسيط. لأنه إذا طبقنا هذا الآن يمكن بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة النتيجة بتكون موجودة، وإذا ما بديناش يعني بنكون في ذيل القائمة. شكرا كثيرا. شكرا جزيلا دكتور أحمد. وهذا ما تحدثنا عنه، أن إحراق عود الثقاب خير من نظرنا على الظلام. يعني فلنبدأ اليوم قبل أن يفوت الأوان. بالحقيقة أن الحوكمة هي أيضا ثقافة ومرتبطة بالتعليم، والمجتمع الغربي لا يمكن أن نطبق التجربة حقهم بالكامل بحذافيرها، لأنه هناك أشياء حسمت في الغرب. يعني مثلا القبيلة لم تعد هناك مجتمع قبلي في الغرب، كانوا الجرمان وغيرهم قبائل ولكنهم انتقلوا إلى الدولة الحديثة والمدنية. ثم أيضا موضوع الدين، حسم موضوع الدين وربطه بالدولة وحسمت بعض الأمور لكنها لا ظلت معشعشة في رؤوسنا في المنطقة العربية، وبالتالي هي أيضا ثقافة وتحتاج إلى وقت. لكن فلنبدأ، وهذا ما ندعو إليه الباحثين. نريد أرجو إنه ما يعني الدين دائما مشاكلنا كلها في الدين. الدين عبارة عن يعني أسلوب حياة يعلمنا الأخلاق ولا هذا وكيف نكون نظام. ما أقول لك كل مشاكلنا نربطها بالدين. أنا مسلمين وكل إله إلا الله. اسمحنا، هو ما لا أنا لما أقول لك، أنا نقول لك إنه هناك
فصلوا بين الدين والبقية والسياسة وكذا كذا. هذا الموضوع. أنت الأخ سعد كان ممكن تعلق، لو سمحت يا أخ سعد تعلق على وأجيب على الأسئلة ثم عبد الغني. شكرا جزيلا على المداخلات وعلى الأسئلة. طبعا أتفق مع الأستاذ نجيب أن التطبيق يعني مسألة ليست سهلة للغاية، يعني تحتاج إلى تكاتف وتكالف مع المعنيين بالأمر لخلق ثقافة تبدأ من التعليم الأساسي وتنتهي بالتطبيق على مستوى الممارسات والعمليات القائمة في البيت، سواء كانت عمليات تجارية أو عمليات عامة أو تقديم خدمات. ثقافة هي يتم من خلالها يعني تطبيق مسألة الحساب والعقاب، وأعتقد أنه هناك تجارب كثيرة للدول كانت مصنفة يعني للأسف فاشلة طبقت معايير الحساب والعقاب وتنفيذ الحوكمة، مثل أعتقد أفضل مثل قريب لها يمكن لنا أعتقد دولة رواندا في أفريقيا، والتي خرجت من إطار نزاع شديد ونزاع دموي يعني وصل إلى ملايين من الناس، وعندما طبقوا إدارة الدولة والحكم الرشيد ومسألة الحساب والعقاب أعتقد أثبتوا أنهم قادرين على خلق تلك الثقافة وتطبيقها بشكل عام، وما يسمى بمعيار الفير فاكتور أو عامل الخوف عندما تطبقه في المجتمعات النامية، أنه عندما تعرف أنه إذا أخطأت سيتم محاسبتك أعتقد تعمم هذه بشكل عام. لكن أيضا ما ذكره أحد المشاركين مسألة الـ KPIs مهمة جدا، أنه أيضا يتم تطبيق سياسة التحفيز ومراقبة الأداء لخلق روح التنافس والإنتاجية ومراقبة الإنتاج بآلية شفافة واضحة. أرجع على سؤال الأخ العزيز والصديق العزيز قيس ما يتعلق بفكرة إنشاء مؤسسة حكومية في اليمن في مرحلة معينة ضمن يعني حزمة إصلاحات عامة. أتت فكرة إنشاء كيان حكومي يسمى بشبام القابضة، الذي هو يعتبر sovereign asset management company أو عبارة عن مؤسسة حكومية قابضة تملكها الدولة، أنشئت لإدارة أصول الدولة الاستثمارية وخلق مشاريع استثمارية تحفز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأيضا أنشئت لإدارة مساهمات الدولة بشكل عام في الخارج وداخل في مجالات معينة، وعلى أساس أنه هذا الفكرة يعني طبقت في معظم الدول النامية وتمثل قصة نجاح. بما يتعلق بالحوكمة، المؤسسة هذه مملوكة للحكومة، ففي حكم تركيبتها التنظيمية مجلس الإدارة في المؤسسة هذه كان عبارة عن مجموعة من الخبراء المستقلين اللي تم استقطابهم وتعيينهم ليمثلوا الحكومة من بعض الوزارات المعنية، لكن أعتقد المساهمين في هذا الشركة بشكل عام هو يعتبر كان مجلس الوزراء، فمجلس الوزراء هو الذي كان يتابع أداء المؤسسة هذه ويعني يوافق على خططها الاستراتيجية اللي يتم طرحها من خلال الفريق التنفيذي، ويعني توفقت المؤسسة هذه في مرحلة يعني وجيزة يمكن في خلال 4 سنوات في جذب استثمارات أو commitments في استثمارات لليمن بأكثر من 600 مليون دولار، وحصلت المؤسسة هذه على يعني إخراج مشاريع عامة بأصول حكومية تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار. للأسف تم تجميد عمل المؤسسة هذه بسبب الأوضاع في اليمن، لكن تعتبر هذه المؤسسة يعني مثل حيوي لتطبيق معايير شفافة واضحة. تخيل مؤسسة حكومية كانت يعني يتم تدقيقها سنويا من خلال كيان أجنبي دولي يعني يدقق فيها حسابات الكيان الأساسية وأيضا حسابات المشاريع الفرعية، يعني أعتقد أنه هذا الكيان ممكن أنه يكون له دور أساسي في إخراج اليمن من المأزق أو في إعادة التعافي والريكوفري إن شاء الله، لكن ما عنديش أنا خبرة كافية عن شركة الأسماك اللي سؤل عنها ولا يمكنني أن أطرح في تفاصيل عنها، لكن مثلا شركة يمن موبايل أيضا مثل آخر لشركة مساهمة عامة يطبق فيها معايير إلى حد ما، هناك طبعا بعض الإخلالات في الحكم الرشيد فيها والحوكمة، وطبعا يدخل فيها الوضع السياسي في اليمن، بس كون الشركة هذه ربحية بطريقة يعني كبيرة جعل من إمكانية أنها تستمر يعني وأنها تقدم خدمة مباشرة،
لكن الشركات التي لا تطبق المعايير بطريقة واضحة مسألة الاستدامة دائما تكون يعني محط مخاطرة، يمكن ما تستمرش هذه الشركات. وأعتقد الأمثلة كثيرة في اليمن للمؤسسات وشركات حكومية مختلطة ومشتركة وحكومية بشكل مباشر لم تنجح في مشاريع. للأسف في اليمن عندنا أكثر من 120 شركة حكومية يدخل فيها حتى على مستوى إنتاج الملح وإنتاج يعني أشياء كثيرة، الأسمنت غيرها. للأسف كانت الإدارة فيها غير مطبق فيها معايير الحوكمة والمتابعة والإشراف والإفصاح والشفافية. للأسف إلى حد كبير كانت شركات هذه غير ناجحة وغير ربحية بالطريقة التي كانت يعني كانوا يشدوا لها. اليمن في مرحلة معينة قبل اكتشاف النفط، أعتقد في خبراء كثير في الاتصال عندهم فكرة في السبعينات وبداية الثمانينات، كان الاعتماد على الاقتصاد الانتاجي كان أكثر، وكان في مثل الثورة الاقتصادية في اليمن لخلق شركات حكومية. وأعتقد هناك أيضا تركة من النظام في الجنوب لشركات حكومية كثيرة. أعتقد إذا تم خلق إطار حوكمة لكل الشركات الحكومية بما يخدم قدراتها الإنتاجية ويفتح مجال للشراكة مع القطاع الخاص، ومن ذلك يعني يفتح مجال لخلق وسائل تمويلية لتنمية البلد. أنا أعتقد أنه أهم معيار ممكن نركز عليه فيما يتعلق بالتطبيق، عندما سؤال على موضوع التطبيق العملي، أعتقد أنه نأخذها يعني كيس باي كيس، أنه تبدأ تخلق ثقافة أنه هل ممكن نأخذ مشروع معين ونحاول نبلوره إلى مشروع قابل للتمويل يخصص فيه التمويل، والتمويل هذا لن يوفر إلا إذا تم تطبيق معايير الحوكمة ومعايير أخرى، ومن ثم lead by example ويكون هذا مثال عام حي يتم تطبيقه في مشاريع أخرى من خلال نافذة توفير التمويل. أعتقد نقدر نمشي فيها بشكل واضح، أما هذا في حال ما عدم إذا لم يكن هناك طبعا سياسة عامة لتطبيق الحوكمة، لكن بشكل opportunistic فرص، هناك فرص كثيرة في اليمن يتم التعامل معها بشكل مباشر ويطبق فيها هذه المعايير، وإن شاء الله تكون مثل يتم تطبيقه بشكل يعني تدويري أكثر. المعذرة أطلت عليكم، إليك دكتور أو أستاذ نجيب. شكرا أخي سعد. عن إذنكم الأخ نجيب نعمان هو آخر متحدث رافع يده، ثم الأخ عبد الغني يعلق. أعتذر منك دكتور عبد الغني لأنه ما نشيش بعدين نسيبه يزعل مننا، لا نزعل أحدا في أيام. نعم مساء الخير. مساء النور، تفضل. شكرا لكم جميعا على هذا الجهد الطيب والرائع، ولكل الحاضرين ومقدمي العروض. الحقيقة أنا عندي موضوع خاص وأنا حقيقة مهتم فيه أطرحه أمام هذه العقول الرائعة، اللي هي قضية المياه في اليمن. هذه قضية في الحقيقة قضية مهمة تهم الكل. والأخ الدكتور عبد الغني حقيقة جمعني به لقاء في إسبانيا قبل حوالي سنة من الآن، وكنا في ورشة عمل وتحدثنا حول هذا الموضوع، حول حكومة المياه. أنا لا أعرف الأخ عبد الغني، طبعا الدكتور عبد الغني هو مشغول لكن أنا حقيقة أطرح هذا الموضوع، إذا ممكن أن نحيي هذا الموضوع من جديد. الأخ عبد الغني أنا كما لمست مهتم بهذا الموضوع. السؤال هل ممكن يعني عمل جلسة خاصة بهذا الموضوع يعني في موقعكم هذا؟ طبعا الكل يعرف انه الكل تحدث ان القوانين عندنا متوفرة والقوانين ممتازة، لكن فكرة الحوكمة حتى الآن طبعا هي مطروحة لكنها لم تتبلور بعد كما يجب. ولا أعرف إن كانت بعيدة أو قريبة، لا أعرف هذا الموضوع. طبعاً نحن عندنا مؤسسات محلية لها مجالس إدارة، مجالس الإدارة فيها خليط من الحكومة والقطاع الخاص وممثلي المواطنين. إذا ممكن ننظم مثل هذا اللقاء، أنا حقيقة ممكن أبدأ أنسق أيضاً مع المؤسسات وندير جلسة مثل هذه الجلسات، بس تكون خاصة بموضوع المياه. وشكرا جزيلا لكم. طبعا دكتور مصطفى بهران، تفضل يا دكتور عبد الغني. الدكتور نجيب نعمان مستشار وزير المياه، وانا احيل استفساره وطلبه للدكتور مصطفى بهران
لأنه هو المعني بالملف هذا. فممكن داخلة منك سريعة دكتور مصطفى بهران ردا على الدكتور نجيب، وبعدين أنا ممكن أعلق على تعليق. اتركني أتكلم بعدك، لأن أنا هقدم بعدين الفعالية اللاحقة، فقدوا مرة واحدة. أوكي حاضر. الغرض من أياب أو سواء أياب أو غيرها، أو الغرض من وجودنا نحن يعني كأكاديميين في الخارج وجلوسنا وقضاء بعضا من الوقت محاولة لإنجاز أو تصليح أو توعية ما يمكن أن يعمل في اليمن، لأن إحنا لا نتكلم عن الماضي زي ما ذكر الأخوة الزملاء، نتكلم عن الحاضر عن المستقبل. فالنظرة السوداوية يجب أن نبتعد، ممكن نعمل مش 15 سنة. إذا نوينا، إذا امتلكنا القرار واتخذنا إجراءات صحيحة محوكمة في جميع معايير الدولة في جميع قطاعات الدولة، ممكن نغير. راوندا مثال ذكرها الدكتور الأستاذ سعد. فعندما نمتلك قرارنا، نحدد أهدافنا، نوضح أهدافنا واضحة جدا، نطبقها، سوف ننطلق. بعض الناس يقول أوكي أنت بتجيب كلام نظري، لا، أنا ممكن أقول لك الآن مثلا إجراء معين الوزارات العملاقة يعني الفيلة أو يسموها الضخمة، هذه الوزارات المدخمة، ممكن نخلق في كل وزارة Project Management Office محددة محوكمة طبقا لمشاريع ومعايير البي ام اي Project Management Institute، ونطبقها ونعملها Auditing ونرتبها كل شيء. مكاتب إدارة مشاريع مصغرة في كل وزارة، هذه تخضع لمعايير محددة، معايير دولية تنطلق. يعني بدل ما معنا مثلا، أنا ضربت لكم موضوع الصندوق الاجتماعي أو شبام القابضة يعني سابقا، ليش ما نعمل نفس الشيء هذا في كل الوزارات؟ وبالتالي إذا صلحنا جزء معين من كل وزارة بالكوادر ووعيناهم ودربناهم الكوادر النخبة، ممكن إنجاز شيء. يعني الخطط موجودة، الأفكار موجودة، ليس كلام نظري وليس كلام يا سهم nice to say or nice to have، لا، موجود والأفكار هذه موجودة. وبس تعليق أخير للأستاذ أحمد عمران، إحنا يا سيدي مشكلتنا مش تحديد الـ KPIs، مشكلتنا في تحديد الأهداف. قبل ما نحدد كيف معايير قياس الأداء، خلونا نحدد الأداء أول ما الـGoals نفسها. شكرا دكتور عبد الغني. أعتقد أن إحنا بقى لنا دقيقة واحدة ثم يتفضل الدكتور مصطفى يقدم المثمر. أنا أريد أن أختم بملاحظة واحدة، وهي أن الحوكمة، يقول عالم اسمه كياس بإيجاد نظرية اسمها Social Capital Theory، أن الحوكمة هي two angle، واحد منهم هي the leadership، ثم الطرف الآخر هو المجتمع، المجتمع الذي هو على الأقل ما يسمى بالcritical mass، اللي هم نخبة واعية تسوي ضغط كبير في حال الحوكمة، الحكومة هذه غير ريسبونسيف يعني، وغير مسؤولة وغير شفافة، لكي نجعلها حكومة فاعلة وشفافة وكفوءة، يجب أن يكون هناك ضغط مجتمعي واعي، وبالتالي هي عبارة عن ثقافة وتراكمات. أحيلكم إلى الدكتور مصطفى، وشكرا جزيلا لإنصاتكم، معذرون على أي تقصير، ونحن نتعلم منكم جميعا. شكرا لكل من حضر، وتفضل دكتور مصطفى اضبط إيقاع الحلقة القادمة. شكرا يا أخي نجيب. أولا خلوني أقول good morning, good afternoon and good evening للمتابعين في مختلف مناطق هذه الأرض، وأرحب بكم من جديد، وأشكركم على الحضور، والشكر خاصة للمحاور الأخ نجيب على أدائه الجميل، والشكر موصول لكل من الصديق العزيز سعد صبرا على محاضرة القيمة، وللصديق العزيز الزميل الدكتور عبد الغني جغمان. وأود أقول أنه ما هوش عبد الغني جميل، هو عبد الغني جغمان، وبناء عليه شكرا. وشكرا للأستاذة الدكتورة نجاة جمعان والزميلة نجاة جمعان التي لم تمكنها الانترنت في صنعاء، ونحن نعرف وضع الانترنت، وسبق أن أياب غطت في فعالية بعنوان الديجيتال كونكتيفيتي أو التوصيلية الانترنتية في اليمن، مستقبلها وأهميتها لهذا المستقبل. ده أولا. ثانيا أود أن وأشكر جميع الحضور على حضوركم، أود أن أرد على موضوع حوكمة المياه.
باعتباره موضوع من الأخ نجيب نعمان، موضوع مقترح لتناوله في فعالية قادمة، وهذا اقتراح مقبول ومرحب به، وسننظر في الأمر من خلال اللجنة المنظمة. أنا لست إلا فردا من أفرادها. ثم أود أن أختتم الحديث في هذا الموضوع بآخر ما قاله الزميل الغني، كان المستقبل، أهمية الحديث عن المستقبل، وآخر ما قاله الزميل نجيب كان كلمة مهمة جدا اسمها critical mass. ونحن هنا في أياب هذا اللي بنعمله، أياب معنية بالمستقبل ليست معنية بالحاضر. إذا كانت أياب معنية بالحاضر فهي معنية بالحاضر، لأنه لا نستطيع أن ننظر إلى المستقبل دون ما نفهم الحاضر بكل تأكيد. ولكن أياب لا يعنيها كتامة الحاضر، المستقبل. وهذا المستقبل في أياب نعتقد أنه لا يمكن أن يصنع ويكون مستقبل له قيمة إن لم يصنعه الأكاديميين والمهنيين اليمنيين، اللي هو أنتم اللي موجودين اليوم وفي كل فعالية وفي كل مكان. لدى أياب الآن قاعدة بيانات من هؤلاء المهنيين والأكاديمي اليمنيين حول العالم، فيها أكثر من 1200 اسم. وتسعى أياب إلى أن يصبح هؤلاء الناس exactly ما قالوا الأخ نجيب critical mass، هما الحجم الحرج الذي يوما ما ستستطيعون أن يصنعوا هذا المستقبل بعد 20 سنة في أي وقت يعني. ولهذا السبب مهم الفئات العمرية ما بين خلينا نقول 25 إلى 65 سنة، أو ربما يعني ربما المستقبل يا سادة ربما أنا لا أرى، وإن شاء الله أرى، لكن ربما لا أرى، لكن لابد أن يكون هناك مستقبل، ولكن لابد أن نسعى من أجل هذا المستقبل بغض النظر عن إذا كنا متقدمين في العمر أو لا. هذه آيات، وبناء عليه أنا سأستمر آيات في تغطية هذه المواضيع، وفيما بعد ستتحول هذه الفعاليات إلى مؤتمرات مصغرة في كل موضوع، الغرض منها الخروج من رؤية موحدة تمثل المعنيين الأكاديميين والمهنيين اليمنيين في كل موضوع، رؤية عن هذا المستقبل وكيفية صناعته. هذا فيما يتعلق اسمحوا لي أيضا أن أقدم فعالية الشهر القادم، بس أول سبت من شهر 6، وسنغير الموضوع تماما ولكنه يظل يتعلق بالمستقبل. يا دكتور، أول سبت من شهر 7، شهر 7، شكرا. أول سبت من شهر 7، نعم، يوليو هو مكتوب يوم السبت 2 يوليو 2022، وحيكون حول مستقبل أمر مختلف، وهو مستقبل الأغنية اليمنية، مستقبل الغناء اليمني، حيث نستضيف الموسيقي والأكاديمي الموسيقي الفنان جابر علي أحمد، ونستضيف بيت الموسيقى اللي هو فؤاد الشرجبي والدراع عطشان، بيت الموسيقى ككل في صنعاء، ثم نستضيف الكاتب الموسيقي الناقد جمال حسن، ونستضيف الكاتب الأغنية والشاعر الغنائي زياد القحم، ويجير الحوار الإعلامي والباحث بالغناء اليمني محمد اليوسفي. فمرحبا بكم، وسنغطي كل المواضيع ذات العلاقة بالمستقبل بإذن الله. شكرا على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.